أهلا بكم مشاهدينا الأفاضل إلى هذه الحلقة من برنامج وجوه إسلامية. في هذه الحلقة نتعرف إلى الدكتور عبد السلام بلاجي، رجل الدين المغربي المخضرم في دراساته الجامعية والأكاديمية، الذي جمع بين الدراسات القانونية والاقتصادية وكذلك العلوم الشرعية. الدكتور عبد السلام بلاجي يدعو إلى ضرورة اقتراب العالم الديني المعاصر في المجتمعات الإسلامية اليوم أكثر من القضايا والرهانات المجتمعية المطروحة على طاولة النقاش والتداول. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. الدكتور عبد السلام بلاجي في طقس يومي لقراءة حزبين اثنين من القرآن الكريم بعد العودة المسائية إلى البيت. الدكتور بلاجي رأى النور في حي سيدي مؤمن في مدينة الدار البيضاء، الذي كان حيا أوروبيا بامتياز، ووالده ثالث أو رابع مسلم يقطن هذا الحي كما يروي. بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية. عبد السلام بلاجي هو من مواليد الدار البيضاء سنة 1954، وإن كانت الوثائق فيها 1953، لأبوين ينحدران من الجنوب المغربي، يسكنان في مناطق أمازيغية سوسية، ولكن الأصول عربية من الجزيرة العربية. الوالد من بني معقل، والوالدة رحمه الله جميعا من لها تنتسب إلى الشرفاء الأدارسة. ولدت في حي معروف الآن عالميا، وهو حي سيدي مؤمن. الناس والدواب والأنعام مختلفون ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. يتذكر الدكتور عبد السلام بلاجي طرفة وقعت له عند ولوجه المدرسة الابتدائية بانتقاله عبر 4 مستويات في يوم واحد فقط بسبب تعليمه السابق في الكتاب، ليتحول الابتدائي عنده إلى 2 فقط. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم. درست في الكتاب القرآني مع التلاميذ والصبيان، وحفظت ما شاء الله أن أحفظ آنذاك من القرآن الكريم، ولم ألتحق بالمدرسة الرسمية أو المدرسة المعاصرة إلا يعني في حوالي سن 10، ثم يعني التحقت بالتعليم يعني الإعدادي، ما يسمى اليوم بالتعليم الإعدادي، وكان شيئا ما شاقا في ذلك الوقت، شاقا لأنه لم يكن التعليم هو الشاق، ولكن الوصول إلى التعليم كان شاقا. اضطررت إلى الدخول إلى معهد آخر قريب، ثم يعني استمررت إلى أن كذلك درست في أحد المعاهد التي أنشأتها الحركة الوطنية أيام الاستعمار من أجل الحفاظ على اللغة العربية والدين الإسلامي. التعطش المعرفي قاد الدكتور عبد السلام بلاجي إلى العاصمة الرباط، قادما إليها من مدينة الدار البيضاء، لينال شواهد جامعية عليا في القانون والمالية والدراسات الإسلامية، ليجمع بين الدراسات العليا وبين المهام الإدارية. اشتغلت في التعليم كأستاذ في نطاق الخدمة المدنية، ثم يعني بعد ذلك تبين لي أن أدرس العلوم الشرعية